دارين التجديف ليه انواع؟ كمراكب في مركب سكيف اللي هو فردي ومركب دبل اللي هو اتنين مع بعض ورباعي وثماني ده بيبقى 8 وفي سكالوس ويب. امال ايه حاجه اسمها ارجو تاني ولا ارجوميتر؟ ده جهاز بيبقى بدل الميه بيبقى على البر، بيبقى زي كانها مراكب بالظبط بس هو بيبقى على البر، يعني بيبقى من غير ميه خالص. ده جهاز ده مش جهاز. في ميه يعني؟ لا مش في ميه، بيبين بقى الارقام بتاعتنا والمستوى بتاعنا بيتحسن ازاي وكده. ده هنا يا دارين صورك معانا في التمرين ولا في البطوله؟ لا دي في بطوله في ايطاليا. دي في ايطاليا؟ ده تبع النادي بتاعي. مسابقه جمهوريه صح؟ مقاولين. عندنا مسابقات الجمهوريه فيها فرق كتير بتشارك؟ في نوادي هنا دلوقتي بقى في نوادي كتير بتشارك. يعني حسيت دلوقتي ممكن تبقى اللعبه بقت معروفه شويه، ففي ناس كتير يعني ابتدت تيجي وفي موجود. نوادي كتير بتشارك فيها. مين اصعب في مصر زمان. عندنا هنا كفرق كويسه يعني بتلعب تجديف؟ في بنات مثلا بيبقى في يعني هو المقاولين ما شاء الله يعني حلو جدا. وفي دلوقتي المصري برضو نادي كويس قوي. في الولاد تالي كهربا كويسين جدا يعني، والمقاولين برضو الفرق اللي عندها بحر بتتمرن في البحر ولا بتتمرن برضو في النيل عندنا؟ لا في بحيرات. بحيرات مش في البحر؟ لا خالص، عشان المايه مختلفه متهيألي. بيبقى فيها موج وكده فمش نعرف نمشي فيها يعني. موج البحر بيفرق. دي صورتك في المغرب؟ ما شاء الله مبسوطه دارين. قوي. الله ينور. الحمد لله. دي بطوله ايه بقى؟ دي في ايطاليا برضه. ايطاليا برضه؟ دي كانت اول بطوله دوليه اشارك فيها بره. دي امتى؟ ودي في 2018. ما شاء الله يعني انت لسه مركز ثالث. من سنتين يعني؟ سنه. ما احنا خلاص داخلين في 20 كل سنه. طيب سنتين داخلين في سنتين اهو ما شاء الله يعني. كانت اول بطوله دي. كانت منتخبات عالميه اللي بتشارك في البطوله دي؟ كان قدامي 19 دوله. بسم الله ما شاء الله. جبت مركز ثالث الحمد لله. ومين كان اصعبهم بالنسبه لك؟ كان اصعبهم بالنسبه لي ايطاليا. ايطاليا كانت كويسه جدا. كان كمان منزلين مركبتين قدامنا منهم. انت لعبت اولمبياد السنه اللي فاتت؟ اولمبياد الشباب في الارجنتين. ما شاء الله. انا عرفت من الاسد ده بس لا اسد ده كان في بطوله المغرب. المغرب صح؟ لو معلش انا لخبطت كده بين الاولمبياد واللي هي بتاعت المغرب وال المغرب دي دوره الالعاب الالعاب الافريقيه والاولمبياد اللي فاتت اللي هي بتاعت الارجنتين. الارجنتين صح كده؟ تمام. طب دي حد فيها مركز كام؟ لا ما حققتش فيها مراكز الصراحه. امال ايه؟ انا جبت فيها المركز ال 12 من 24. معلش مش مشكله بس برضه منافسه كويسه. كانت كويسه قوي واول مره اشوفها يعني. تستفيدي منها الاولمبياد اللي جايه بقى. خدت خبره كتير قوي. يا رب ان شاء الله.